أغنيتنا اليوم أغنية عربية سياسية ساخرة ومؤلمة. كيفكم؟ اليوم بدي أحكي عن أغنية سكروا الشبابيك للمغنية السورية رشا رزق. الأغنية غنتها بسنة 2017 ضمن ألبوم اسمه ملاك، اللي يعتبر الألبوم الثالث لرشا رزق. رشا رزق احنا تعرفنا عليها عن طريق أدائها لأغاني ومسلسلات الأطفال، أدت عشرات الأغاني، الكابتن ماجد، أنا وأخي ريمي، بوكيمون، كونان وغيرها كثير. أغاني كانت بتبث الأمل والسعادة والحماسة. لكن بأغنية سكروا الشبابيك اللي بدي أحكي عنها اليوم، فهي أغنية على النقيض، هي أغنية ساخرة وتهكمية. بحسب كلمات رشا نفسها في أحد المقابلات، حكت هاي الأغنية فيها مدح بغرض الذم. طبعا رشا رزق هي مؤيدة لثورة سورية ضد نظام الأسد، مشان هيك كتبت هاي الأغنية مشان تسخر من الناس السلبيين والحياديين بنظرها، اللي حاربوا الثورة بحياديتهم وصمتهم. رشا شافت انه الحيادية كانت جريمة، فبتسخر رشا بالأغنية من الناس اللي كانوا يشوفوا الغلط والظلم لكنهم ضلوا ساكتين وفضلوا انهم يسكروا الشبابيك مشان ما يشوفوا اشي وكمان مشان ما يتدخلوا. فبتحكي لهم رشا بالأغنية: سكروا الشبابيك، قفلوا البواب، اصحى الهوى يطيركن، نزلوا الستاير، غمضوا العيون، نوم الهنا، كل شي منيح، كل شي منيح. رسالة رشا بالأغنية إنه لازم نكون إيجابيين ومبادرين ونفتح الشبابيك مشان نستقبل رياح التغيير، مش لازم نخاف من التغيير ومن الثورة ومن تصحيح الخطأ. بحسب كلامها كمان بأحد اللقاءات، حكت إنه الثابت الغير قابل للتغيير وللتطوير رح ينقرض ويموت. مشان هيك لازم نكون إحنا نقاد ذاتنا ونحاول دائما نبحث عن أخطائنا وسبب تخلفنا ونحاول نطور حالنا. لو ما عملنا هيك فالفكرة رح تضل فكرة وعمرها ما رح تتحقق أحلامنا. وللناس السلبيين كمان وجهت لهم بالأغنية، حكت لهم خليكن هيك، ضلوا خلوا كل شيء بمحله والفكرة تضل فكرة، الله يعيشنا لبكرة. أغنية سكروا الشبابيك غنتها رشا بموسيقى الروك. بتعرفوا شغلة؟ أروع ما في رشا رزق إنها في تطور مستمر. يعني في بدايتها كنا نشوف كيف إنها نجحت جدا بأغاني الأطفال، يعني لو حدا غيرها كان ظل مستمر على نفس النمط من الأغاني وخاف يغير. لكن رشا ما حبت تحبس حالها بهذا النوع فقط، مشان هيك غنت ألوان موسيقية كثير، غنت جاز وروك وأوبرا وطرب، غنت عربي وغنت إنجليزي، غنت أغاني مفرحة وغنت أغاني حزينة، فصحى وعامية لحالها ومع فنانين تانيين. رشا في عندها تنوع رهيب وفي تغير مستمر وتطور دائم. رشا رزق مقيمة حاليا في باريس بعد ما هاجرت من سوريا بعد الحرب. فأغنية سكروا الشبابيك مثل ما حكيت هي من ضمن ألبوم اسمه ملاك، في عدة أغاني رائعة كلها بتحمل معاني. فمن ضمن هاي الأغاني أغنية يمكن جنيت، اللي بتحكي فيها عن حنين المهاجر لبيته. كلماتها رائعة جدا، بتتصور إنه مهاجر في مهاجر رجع لبيته بعد سنوات طويلة في المهجر لكنه ما قدر يتعرف على بيته. فبتحكي رشا على لسان المهاجر: يمكن جنيت، ما عاد عرفت حالي، ما عاد لقيت البيت. أغنية كمان أغنية اسمها ملاك، أغنية مؤثرة جدا. رشا رزق كتبت كلماتها لما شافت صورة جثة الطفل آلان الكردي على أحد الشواطئ التركية، فكتبت إله ولكل الأطفال ضحايا الحروب هاي الأغنية ملاك. الألبوم بشكل عام بيحكي عن الحرب والموت والضياع، بيلخص تجارب الناس اللي عانت خلال الحرب السورية وكمان بيلخص معاناتهم وتجاربهم المريرة. اللغة مرات يمكن تخوننا وما نعرف نعبر عن حالنا أو عن أفكارنا عن طريقها، مشان هيك الموسيقى هي أعظم لغة لإيصال المشاعر والأحاسيس. رشا رزق وصلت لنا في عدة أغاني مشاعر وأحاسيس ملايين السوريين اللي عانوا بسبب الحرب. اسمعوا أغنية سكروا الشبابيك وحكولي شو أكتر أغنية بتحبوها لرشا رزق، وإذا عجبكم موضوع الأغنية ممكن كمان ترجعوا لحلقات ماضية تشوفوا حلقة أغنية The Wind of Change لسكوربيونز أو زومبي لكرامبيريز. فاللي بحب يدعم قناة الفهرس بتلاقوا رابط الباتريون بوصف الفيديو. ما تنسوا تابعوني على انستغرام عشان تشوفوا المحتوى الحصري اللي هناك، وكمان اشتركوا بالقناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك. كان معكم أيمن خيري، استمتعوا بحياتكم واتركوا الشبابيك مفتوحة مشان نستقبل رياح التغيير. سلام.